على أي حال، خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في عدد من المناطق المختلفة من مصر. هنبدأ نشرتنا المرورية في ثاني أيام العام الدراسي بالتأكيد على تعزيز رجال المرور من تواجدهم بالشوارع والميادين من أجل العمل على إزالة أي أعطال مرورية وأي حوادث تعوق حركة السيارات، وأيضا من أجل تسهيل وصول الطلاب إلى المدارس والمواطنين إلى الأماكن اللي رايحينها. لو بدأنا من القاهرة هنشوف كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية عند ميدان رمسيس، هتبدأ تقل لغاية لما نوصل تحديدا ناحية غمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية نسبية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمراء. تظهر أيضا بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، من أثر النبي حتى القصر العيني، من بعض الكثافات البسيطة في شارع رمسيس وصولا إلى العباسية، وفي محور النصر حتى المنصة، وبشارع عباس العقاد والطيران، وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. لو رحنا لمحافظة الجيزة، الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية باستثناء بعض الكثافات عند النزلات. بخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية، وخصوصا بعد وجود بديل لي وهو محور 26 يوليو البديل للقادم من أكتوبر والمتجه مباشرة إلى جامعة الدول العربية وسفينكس وأحمد عرابي. أيضا شارع فيصل بيشهد كثافة مرورية، والكثافات دي بتزيد بطبيعة الحال مع ساعات الذروة. وأيضا ظهرت سيولة مرورية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول العربية وميدان سفينكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول العربية حتى مطلع كوبري 15 مايو. لو ذهبنا إلى الثغرة السكندري، في كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما في الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد أيضا كثافات مرورية ولكنها كثافات متحركة. نكمل الجولة المرورية، ولو ذهبنا إلى أسوان ونبدأ من شارع السادات لغاية لما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لغاية لما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حولها كثافات مرورية أيضا نسبية. هناك أيضا كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في أيضا بعض الكثافات المرورية. خلينا نستعرض مع حضراتكم أيضا جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. نتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر أيضا. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 30 درجة، وأقل درجة في مطروح 28 درجة، وأيضا العظمى في أسوان هتكون 36 درجة، وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل ولكن بعد شوية.